أكدت المكلفة بالإعلام لدى مصلحة الأرصاد الجوية وريا بركتا أن المناطق ودرجات الحرارة القصوى ستعرف تراجعا محسوسا على المناطق الشمالية بدءا من يوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع تساقط للأمطار بالمناطق الوسطى والشرقية. ابتداء من يوم الخميس على المناطق الوسطى والشرقية أجواء تكون غائمة بسحب سفلى قد تكون مرفوقة حتى ببعض الأمطار، وهذه الأمطار إن شاء الله تكون على شكل زخات من الأمطار قد تخص المناطق الوسطى يعني الساحلية وحتى القرب الساحلية. تحسن في الوضعية الجوية يعني من ناحية الأمطار راح يكون مباشرة بعد الظاهرة بإذن الله. فيما يخص المناطق الغربية تبقى دائما الأجواء فيها من قليلة السحب إلى صافية على العموم، ولكن درجة الحرارة القصوى على المناطق الشمالية إن شاء الله راح تشهد تراجع، وهذا نظرا لتواجد هذه الأمطار. هذا وسيبقى النشاط الرعدي يخص أقصى الجنوب ومرتفعات الهجار والتصيري مع أمطار موسمية. للوطن بإذن الله ستبقى الأوضاع فيها مستقرة، فهي من مغشات إلى غائمة نسبيا، ولكن يكون فيها نشاط راعد لأنها وضعية جوية يعني عادية موسمية. ففي أواخر شهر جويلية بداية شهر أوت نشاهد دائما هذا النشاط الراعد اللي يخص المناطق الجنوبية، خاصة منطقة برج بجي مختار وكذلك منطقة الهكار والطاسيلي، وممكن نسجل فيها حتى بعض الأمطار الراعدة.